الحمد لله جل في علاه لا رب لنا سواه، السعيد من اسعده والشقي من اشقاه، الناجي من نجاه والهالك من ارداه، جعل الجنة لمن اطاعه ولو كان عبد الحبشية، وجعل النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. اوصى النبي صلى الله عليه وسلم باليتيم فقال: انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه، واشار باصبعيه. قرب من الايتام وكليهم صديق وحميد، وامسح على رؤوسهم تلاقي السعد ويا النعيم، وامسح على رؤوسهم تلاقي السعد ويا النعيم. فخر لكل اليتامى ان النبي كان يتيم، الأب فاته جنين، وأما اتولد كان وسيم، ومن حليمة رضع وكان صبور وحليم، وحب كل المؤمنين وكان بيهم رؤوف ورحيم، وحتى أعداءه عاملهم بقلب صافي سليم، والرب حياه فقال: إنك على خلق عظيم. يا أنت زي النبي عايزك سعيد فرحان، ده أنت فكان عظيمة ما لنا أي إنسان. وبعد ما تزيد النبي، وبعد ما توحد إلهك وتصلي على النبي العدنان، هذا رسول الله الذي تربى يتيما وملك العالم بأخلاقه، وملك العالم بآدابه، وملك العالم بسيرته العذراء. لابد لنا أن نقتدي بنبينا الذي يدعونا دائما إلى التراحم وإلى التعاطف، فالتراحم والتعاطف من صفات المؤمنين، وخصوصا مع اليتيم الذي فقد الأب أو فقد الأم. أيها الأبناء الأعزاء، هذا يوم لا بد أن نعتز به، اليوم الذي تكرم فيه الدولة كل الأيتام الذين يعيشون على أرضها، فهم في الأول وفي الآخر أبناء هذا الوطن العزيز، أبناء هذا الوطن العظيم الذي أنجب هؤلاء الرجال الذين قادوا مسيرة العمل ومسيرة التقدم ومسيرة الرخاء. أدعو لكم جميعا بكل خير وتقدم وفلاح، وأتمنى لهذه المدرسة الرائدة كل تفوق وكل عمل طيب يرفع من شأنها ويقيمها منارة عالية بين جميع مدارس الفيوم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.